نعم. السؤال الثاني، في مجموعة برامج مثل الفوتوشوب وبرامج تعديل الصور، هذه البرامج تمتلكها شركات أمريكية وكده، وهذه البرامج تكلفة الاشتراك فيها الشهري كبير جدا، وأنا طالب أدرس الصيدلة وليس عندي القدرة أن أدفع هذا الاشتراك بشكل مستمر، والجهاز الخاص بي لا يستحمل هذه البرامج، فهل يجوز أن أحملها بطريقة إذا كانت الدولة دولة محاربة لا بأس.